نتكلم على حوش الريح كمهندس معماري. هو راه فيه تهيئه لازمه حتى جماعه تكلموا على بيقولوا احنا على لونسوليمون اسمها الشمس في المنازل راهي كاينه. الان رانا نعملوا مع الوزير مع والي ولايه بوليده الجديد باش تكون كاينه كل مكونات الحياه. ما نكملوش احنا نقولوا ليزيكيبمون نحفظوا المدرسه، ماذا بينا قاعه رياضه، ماذا بينا تكون كاين مسبح، حديقه مدرجه حين هذا الاف السكان راح يكونوا، تكون حتى منطقه نشاط تفعلوها تخد عليها سيدي حماد. في نفس الوقت ربط هذا المشروع في كل بشبكه النقل اللي تكون في المستوى، باسكو راهم بقوا احنا في الجبل ما من سياره قديمه ما تطلعش، لازم تكون نعطيهم اولويه للسكان هذوما اللي راهم مواطنين عندنا بولايه بوليده، اللي نرحبوا بهم ونقفوا معاهم اللي جو من العاصمه ولا تاع البوليده، نقفوا مع الجميع وان شاء الله يكون برنامج استدراكي لهذه الجهه هي بلديه مفتاح، باسكو كاين جماعات سكنيه كبيره لازم نرافقوهم. حتى فيما يخص التغطيه الامنيه تكلموا على تكون محافظه للشرطه، هي صغيره لازم تكون محافظه كبيره فيها حتى ايواء لسيليباتير، وتكون بعض الشقق اللي يكونوا الاطارات الشرطه تاعنا باش يكونوا في ظروف ارتياحيه كبيره.